الوقفة السابعة عشرة أن الصوم فيه تنقية تصفية لما في نفسك على إخوانك، إذ أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، يعني من الحقد والحسد والضغينة. فهذا الشهر فرصة لك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، والموفق من وفقه الله.